بيقول لك ايه؟ الشكل ده كده مساحته ايه؟ وينو؟ ده سنترويد سي لوكيشن، احنا عارفين مكان السنترويد اسمه سي. بيقول لك هنا ايه؟ خد هنا اللي ورا. We can determine the moment of inertia about axis 2. ممكن انا اجيب moment of inertia حوالين axis مين؟ 2. ازاي بقى؟ بقول لك مباشرة ما بين 1 و2، يعني اطبق ما بين 1 و2 ولا ما بين 1 و3 ولا ما بين 1 و4 ولا مفيش حاجة من اللي فوق كلهم؟ اسمع صوت ولا واحد ولا واحد صح. انا عشان خاطر اجيب ما بين 2، اجيب مومنت اوف انرشا عند 2، لازم اجيب مومنت اوف انرشا عند مين؟ عند سنتروي 3. وبعد كده انا من بدل مين؟ يبقى انا ما ينفعش 4 ده، لازم الاول اجيبه عند مين؟ عند سنتروي، انقله من 1 لسنتروي. وبعد كده لان السنتروي ده محور هو انا عايز اعمله. مشكلة كده؟ لذلك انا ممكن في الامتحان اجيب لك سؤال سهل زي ده، اديك المومنت اوف انرشيا واديك الاريا بتاعت الشكل واقول لك احسب لي ايه؟ احسب لي المومنت اوف انرشيا عند 2. دول مثلا اديك المومنت اوف انرشيا عند 1 واقول لك احسبها لي عند مين؟ فاللي هيطبقني بين 2 و1 على طول ده شكرا صفر. ده ممكن اديك كل السؤالين كمان اللي هو حلو صح؟ صفر. خلاص حضرتك؟ يبقى رقم 1 ده اعمل ايه؟ انقل من 1 لمين؟ 3. بعد كده انقل من 3 بكام؟ طب ليه يا حضرات؟ لان احنا لما جينا اثبتنا القانون بتاعه كنا نقلنا من محور السنترويد للشكل لاي محور بره. لو تفتكروا القانون احنا اثبتناه، نقلنا من سنترويد للشكل لاي محور موجود فين؟ خارج من منطقه السنترويد للشكل. خلاص حضرتك؟ فبالتالي لما اكتب القانون ده يبقى القانون ده بقى رونج، بقى غلط. ليه؟ لانه ما بين محورين، محور منهم كان سنترويد. خلاص حضرتك كده؟ طيب السؤال اللي بعده، انا ما اعرفش اللي بيحصل في السلايد بس مش مشكله. بقول لك about which axis، ما بين اي محور من الثلاثة دول الاربعة دول مين اقل واحد هجيب له المومنت اوف انرشيا؟ انا عايز صوت واحد بس يتكلم، مش عايز يطلع له صوت. مين؟ ثلاثة؟ ولا واحد؟ كام؟ ثلاثة؟ وناس قالت واحد؟ ها؟ ايه؟ اثنين؟ واحد؟ ثلاثة؟ واحد؟ ثلاثة؟ لا هو ثلاثة. هو ثلاثة. أقل مكان يبقى فيه، أقل مكان عندك، أقل مكان عندك يبقى موجود فيه مومنت اوف انرشيا، اقل مومنت اوف انرشيا هو مكان السنترويد. ببساطة جدا بالتعريف البدائي، انا عندي ده مثلا قلم اهو. القلم ده لما اعمل له عملية روتيشن وانا حاطط المحاور عند السنترويد اسهل، ولا لما انقل الروتيشن هنا هلاقي الدوران بتاعي بيبقى ايه؟ اقل. يبقى هنا الدوران بتاعي المقاومة اعلى، المقاومة ايه؟ فمعنى ان يكون المقاومة اعلى يعني مومنت اوف انرشيا ماله؟ كبير. لما ابص عند منطقه السنترويد بعمل كده الاقي المقاومه ايه؟ المقاومه عندي اقل، فمعنى ان المقاومه مقاومه الدوران عندي تبقى اقل، يبقى المومنت اوف انرشيا عندي ايه؟ صغير. ومكان السنترويد اي، يبقى انا لو عزت اخلي المومنت اوف انرشيا بتاعي كبير بنقل بعيد عن مين؟ عن السنترويد. عايز اخلي المومنت اوف انرشيا بتاعي صغير مهمل هنقله عند مين؟ عند منطقه السنترويد. خلاص حضرتك في مشكله؟ تمام ده؟ طب تمام. مديك المسألة، احنا مزومين هنا مش عارف مشكلة. مديك الاريا هنا بيساوي 10 أس 4 متر مربع، متر تربيع. ومديك الديستنس ب 2
متر هنا وهنا 2 متر. والمومنت في انرشا عند الواحد الاي واحد بتساوي 200 متر اس 4. بيقول لك هات المومنت في انرشا عند اللاين 2. خلاص احنا عرفنا هنعمل ايه؟ هجيب من واحد وان اللي كان. طيب لو انا مديك المومنت في انرشيا ما بين خطين، بين خط واحد وبين خط مين؟ وعايز احسب الاريا. انت ممكن تشوف الامتحان يعني الاريا هنا مجهوله وعايز تنفع اعمل مجهوله تنفع عارفين تعملوا ايه؟ يبقى حاولوا فيها في البيت. يعني ادي هات المومنت في انرشيا يعني خط جبت 10 اس 4 صح؟ وانت في البيت العب بيها بقى دي. قوم عامل ايه؟ تعالى هنا عند الثلاثه. خلاص انا جبت انا جبت الاي عند الاثنين وجبت الاي عند الواحد وانا عندي الاي عند الثلاثه جبت. نقلت الاول انت لمين؟ السنترويد وبعد كده نقلت السنترويد على مين؟ على الاثنين. اكس المساله خالص. خد الاي واحد جيفن والاي اثنين جيفن وخد الاريا هي المفروض وحل المساله. هجيب لك واحده زي طيب هديك ايه؟ انا اقول لك الاري هنا بس ممكن يبقى امتحان فاير يعني مش شرط يبقى 100 درجة. انا هديك الاري مثلا انا المسألة هنا مديك مين؟ مومنت في انرشيا عند الواحد ومديك الاري وعايز اجيب مومنت في انرشيا عند مين؟ فانت هتقلي من واحد لكام؟ ومن ثلاثة لمين؟ لاثنين. خلاص اتفقنا عليه في مشكلة في كده؟ طب انا لو انا عندي المومنت في انرشيا عند اثنين وعايز اجيب الاريا يعني عندي عند اثنين وعندي عند واحد وعايز اجيب مين؟ الاريا. فهعمل كده كام معادله؟ معادلتين. شو هتتصرف فيها ازاي؟ خلاص حضرات؟ كل كده خلصت؟ انا خلصت معاك كده خلاص اصلا الشابتر واحد الشابتر اثنين. الاسبوع الجاي ابدا معاك دكتور طه باذن الله الجزء الجديد. امتحان لحد جزء مع دكتور طه هيقف برضه يعني طالما قبل الميد ترم ففي في يعني ممكن يخش الامتحان ممكن ما يخش براحتنا انا وهو. ايوه تجوزك طب ايه رايك بقى نجيب فرد الامتحان؟ هخليه هو يجي يدخل برضه معانا الامتحان. ايه رايك؟ الورق الاسئله اللي انتوا جاوبتوا فيها تقريبا